يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. طلابنا، إليكم أهم مرشحات وملخصات مادة الأحياء للصف الثالث متوسط قسم الفراغات. قسم الفراغات، كل فصل راح ناخذ الفراغات المهمة به. الفصل الثاني يقول فراغ، طبعا هنا يقول نهايتين اسفنجيتين منتفختين محاطتين بطبقة ملساء تسمى فراغ. شنو هو؟ الغضروف. جسم العظم هو عبارة عن جزء متطاول مغطى بطبقة رقيقة تسمى فراغ، القشرة أو السمحار. جسم صلب يدعى بفراغ أو فراغ، النقي أو نخاع العظم. يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان فراغ 206 عظمة. يتألف الجهاز الهيكلي في الإنسان من فراغ وفراغ، هيكل محوري وهيكل طرفي. جيد. فراغ تتكون من 7 فقرات، الأولى تدعى الأطلس وهي متصلة بالصورة، طبعا المنطقة العنقية. جيد. 7، المنطقة الصدرية مؤلفة من فراغ فقرة 12 فقرة، المنطقة العنقية مؤلفة من فراغ 5 فقرات، المنطقة العجزية مؤلفة من، طبعا مع بعضها مكونة شني؟ عظم العجز، دير بالك عليها. المنطقة العصعصية مؤلفة من 4 فقرات ملتحمة مكونة فراغ عظم العصعص. يتكون القفص الصدري من فراغ وفراغ، الأضلاع وعظم القص. فراغ 7 أزواج، أضلاع حقيقية 7 أزواج تتصل بعظم القص من الأمام مباشرة. فراغ 3 أزواج ترتبط بغضروف الضلع السابع، أضلاع كاذبة. جيد. فراغ حبال ليفية تربط العضلات بالعظام، الأوتار. فراغ أشرطة مرنة ليفية تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل بينها، الأربطة. أجزاء مرنة شفافة بيضاء شبه شفافة قابلة للحركة والانحناء بسهولة، تغلف نهايتها العظام لحمايتها، ما هي؟ الغضاريف. الكاحل الكعب مكون من فراغ عظام 7 عظام. الأصابع مكونة من فراغ سلامية 14 سلامية. تمام. عظام القدم تتألف من فراغ 26 عظمة. فراغ مناطق ارتباط عظمين، ما هي؟ المفاصل. لاحظ. جي عندنا فراغات الفصل الثالث، أنواع العضلات في جسم الإنسان هي فراغ وفراغ وفراغ، هيكلية ملساء قلبية. فراغ هي بمثابة الغشاء الفاصل بين خليتين، كل خليتين من خلايا عضلة القلب، الأقراص البينية. لاحظ. فراغ تقلصها يؤدي إلى تقرب الساعد نحو العض، العضلة الثنائية. فراغ تقلصها يؤدي إلى ابتعاد الساعد عن العض، العضلة الثلاثية. فراغ عندما تنقبض يصبح الفخذ بامتداد الساق، العضلة الرباعية. جيد. وأيضا فراغ مثل العضلة الصدرية الكبيرة التي تقرب الذراع نحو منتصف الصدر تسمى العضلات المقربة. فراغ مثل العضلات الدالية في الكتف، انقباضها يؤدي إلى ارتفاع الذراع أو ابتعاده عن الجسم، العضلات المبعدة. فراغ مثل العضلة القصية الترقوية التي تدير الوجه، العضلات المدورة. فراغ مرض ينتشر في موسم الشتاء، النزلة الشعبية. تمام. الفصل الرابع، القواطع عددها فراغ أسنان 4 أسنان في كل فك تقوم بتقطيع الطعام. الأنياب عددها فراغ 2 في كل فك تقوم بتمزيغ الأجزاء القوية من الطعام. الأضراس عددها فراغ في كل فك 10. تمام. فراغ انبوب عضلي طوله 25 سنتيمتر، يتصل من الاعلى بالبلعوم ومن الاسفل بالمعدة، ما هو؟ المريء.
فراغ كيس عضلي يقع تحت الحجاب الحاجز المعدة. من تسمع حجاب الحاجز؟ طبعا تحت المعدة. تمام. فراغ القسم الأعظم من الأمعاء الدقيقة اللفائفي. فراغ يقع على يمين الجوف البطني القولون الصاعد. فراغ يقع في اليسار الجوف الجسمي القولون النازل. فراغ يمتد من البطن من اليمين إلى اليسار القولون المستعرض. جيد. زين. فراغ تجمعات خلوية توجد في البنكرياس تفرز هرمون الإنسولين. جزر لانكر هانز. يقوم بتصنيع انزيم فراغ الذي يمنع تخثر الدم. يمنع تخثر الدم الهيبارين. يتحول الغذاء الى سائل ابيض كثيف القوام يسمى فراغ. يا هو الكيلوس. جيد. مرض ينقل الانسان عن طريق الاكل او ينقله الانسان عن طريق الاكل والشرب الملوث. بكتيريا التيفوئيد. جيد. الفصل الخامس. فراغات الفصل الخامس. فراغ سائل احمر يشكل قرابة 7% من وزن الجسم اي بحدود 4 الى 6 لترات. يا هو الدم. فراغ سائل يميل لونه للاصفرار يشكل نحو 55% من الدم والماء. اهم مكون له قرابة 99% البلازما. فراغ اجسام صغيرة قطرها 2 مايكرون بيضوية الشكل او قرصية. تمام. يا هي الصفيحات الدموية. حبيبة ذات نواة واحد مفصصة تتكون من فراغ نخاع العظم غير حبيبية. غير مفصصة النواة تتكون من فراغ عقد اللمفاوية ولها قابلية طبعا. تمام. تتكسر الصفيحات الدموية ويفرز منها بروتين خاص يسمى بفراغ ثرموبلاستين. جيد. يقوم الثرموبين بتحويل بروتين آخر موجود في الدم بصورة ذائبة يسمى فايبرينيوجين. يتسرب فراغ على شكل شبكة من الألياف تحجز بها كريات الدم الحمر لتكوين خثرة صغيرة من الدم تمنع النزف الفايبرين. فراغ عضو أحمر غامق اللون يقع تحت المعدة. يا هو الطحال. تكوين كريات الدم الحمر عند حدوث حجز ماء فيه تسمى نخاع العظم. تحلل كريات الدم الحمر بعد موتها وعاد ضخ موادها الأولية في فراغ في الدم. نعم. الفصل السادس. فراغات الفصل السادس. فراغ تركيب مخروطي الشكل يوجد في أعلى القصوة الهوائية الحنجرة. فراغ هي إحدى القطع الغضروفية طبعا المكونة للحنجرة تكون ناقصة الاستدارة. من تسمع ناقصة الاستدارة تكتب له تفاحة آدم. فراغ هي أحد القطع الغضروفية المفردة المكونة للحنجرة وهي ورقية الشكل لسان المزمار. من تسمع ورقية الشكل لسان المزمار. فراغ غشاء رقيق مزدوج يغطي الرئتين غشاء الجنب الحشوي. أوكي. فراغ غشاء يبطن القفص الصدري غشاء الجنب الجداري. فراغ مرض خطير تسببه نوع من البكتيريا ذات الرئة يؤدي إلى التهاب الرئة. لاحظ التهاب الرئة اسمه ذات الرئة. فراغ مرض معدي تسببه أنواع من البكتيريا ينتشر عادة في موسم الشتاء ذات الجنب. لاحظ يصيب الغشاء المبطن للجوف الصدري. فراغ مرض يصيب الجهاز التنفسي للإنسان مرض الربو مسببا له الضيق في التنفس. طبعا من تسمع ضيق في التنفس تكتب له الربو. جيد. الفصل السابع. فراغات الفصل السابع. فراغ هو التخلص من الفضلات السائلة كاليوريو والماء الزائد عن طريق الكليتين. يا هو الإخراج الكلوي. فراغ التخلص من المواد الغذائية غير المهضومة وخلايا متهرية من بطانة القناة الهضمية. يا هو الإخراج الهضمي. فراغ تجويف صغير يمثل بداية الحالب المتسعة داخل الكلية شو اسمه الحوض. فراغ كيس مكون من أنسجة عضلية ملساء غير إرادية وتوجد عند منطقة اتصال المثانة بالمجرى. يا هي المثانة نفسيتها. فراغ انبوب عضلي دقيق طوله 22 سنتيمتر. يا هو
ويصل الكلية بالمثانة، الحالبان. فراغ هرمون يفرزه البنكرياس وظيفته المحافظة على مستوى السكر. من تسمع السكر؟ الإنسولين. جيد. 7 هي ترسبات من الأملاح المختلفة مثل الفوسفات الكالسيوم أو كزالات الكالسيوم في حوض الكلية والحالبين وحتى المثانة. شنو هو؟ حصى الكلية. فراغ طبقة متعرجة السطح تشكل ما يسمى بالحليمات التي يوجد عليها نهايات الأعصاب الحسية. شو اسمها؟ الأدمة. جيد. فراغ أجزاء متقرنة تكونها الطبقة المولدة مكونة من القصبة وبصلة تستقر في حويصلة الشعرة بالأدمة. شو اسمها؟ أستاذ الشعر. فراغ أجزاء متقرنة تفرزها خلايا الأدمة، لها أهمية كبرى في المحافظة على نهايات الأصابع من التشقق. من هي؟ الأظافر. فراغ وهي من خلايا طلائية جافة ميتة وملتصقة مع بعضها بعضا، تندثر تدريجيا من خلال احتكاك ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة. الطبقة المقترنة. جيد. فراغ غدد منتشرة في أدمة الجلد، أهميتها تفرز مادة دهنية لترطيب الشعر وسطح الجسم وتكون معدومة في باطن اليد. الغدد الدهنية. جيد. فراغ وهي غدة تميز الحيوانات اللبونة ومنها الإنسان، وهي مكونة من غدد كبيرة من الأقنية والتي تفتح بفتحة صغيرة تسمى الحلمة، يا هي الغدد اللبنية. تبلغ نسبة السكر في الدم شخص غير متغذي 80 إلى 120 غرام لتر. طبعا عندما ترتفع نسبة السكر في دم زميل لك فإنه يؤدي إلى إصابته بمن؟ في الجلطة القلبية. ما يميز الشخص بالمصاب بالعجز الكلوي؟ قلة التبول. تتكون الحصى في الكلية نتيجة ترسب فوسفات الكالسيوم. فراغ موازنة السكر في الدم، الإنسولين. جزء الشعر القاعدي المنغرز في الأدمة تسمى بصلة الشعر. جيد. فراغ وهي عبارة عن الفتحة الخارجية لقناة الغدة العرقية، لها دور في الإخراج وخفض درجة حرارة الجسم، تسمى المسامة الجلدية. جيد. الفصل الثامن. فراغ هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرار الحياة على سطح الأرض وحمايتها من الانقراض. التكاثر. فراغ كيس جلدي رقيق خارج الجسم يوجد بداخله الخصيتان، كيس الصفن. جيد. فراغ شبكة من الأوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم تربط الجنين بالدورة الدموية للأم من خلال الحبل السري، تسمى المشيمة. مهمة دير بالك عليها. فراغ مهم جدا، تركيب يربط الجنين بجداره أو بجدار الرحم ويوفر له الغذاء والأكسجين من خلال ربطه بالمشيمة، تسمى الحبل السري. مهم جدا. فراغ من أخطر المواد اللي تسبب أذى كبير للجنين أثناء تكونه، يا هي الكحول. فراغ وعاء كثير الالتواء يمثل بداية الوعاء الناقل للنطف، البريخ. فراغ فتحتان قمعيتان الشكل تشكلان جزءا من قناة البيض واقعتان على جانبي الرحم، تسمها قناة فالوب. جيد. فراغ هو تجمع ذات كبيرة من الخلايا العصبية والتي تقوم بوظيفة محددة ويكون لونه مختلف من منطقة إلى أخرى، تسمى النسيج العصبي. فراغ حزمة قوية من المحاور العصبية المرتبطة مع بعضها بالنسيج ليفي رابط، والتي طبعا تكون في أنحاء الجسم. ما هي؟ الأعصاب. حزمة قوية من المحاور العصبية تكتب للأعصاب. فراغ وهو الذي ينقل الحافز من أنحاء الجسم إلى الجهاز العصبي، العصب الحركي. فراغ يقع أسفل القسم الخلفي للمخ. من هو؟ المخيخ. حبل أسطواني شكل يبلغ معدل طوله طبعا 45 سنتيمتر، يبدأ من نهاية النخاع المستطيل. ما هو؟ الحبل الشوكي. فراغ مجموعة أعداد كبيرة من الأعصاب المنتشرة في أنحاء الجسم يسمى الجهاز العصبي المحيطي. جيد.
الأعصاب الشوكية، وهي ألياف عصبية حسية وحركية عددها فراغ طبعا 31 عصبة. الأعصاب طبعا القلبية وعددها 12 زوج أو القلية، تمام 12. يتكون من مجموعة من الألياف التي تصل بها أو تتصل بها عقد عصبية، وهو يسير جنبا إلى جنب مع الجهاز العصبي، الجهاز العصبي الذاتي يسمى فراغ، وهي منطقة التقاء التفرعات الشجرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لمحور خلية أخرى، الوصلة العصبية. فراغ هو انتقال الحوافز والأوامر من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى، يسمى الإيعاز العصبي. فراغ هو الذي ينقل الحافز من أنحاء الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي، العصب الحسي. عندما لا يستطيع الإنسان السيطرة على حركات يديه، فهذا يعني إن خللا قد أصاب فراغ المخيخ. عندما لا تركض ستزداد عندما قلبك، والذي يقوم بذلك هو الجهاز عندما تركض، طبعا هنا قلبنا، عندما تركض ستزداد ضربات القلب، بذلك هو الجهاز العصبي شو اسمه الودي. يمتد الحبل الشوكي بين فراغ النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأخيرة. يقسم الدماغ إلى ثلاثة، مهم جدا، المخ، المخيخ، النخاع المستطيل. تمام. طبعا الفصل العاشر، فراغ هو وسائل تكييف الإنسان مع محيطه من حيث تحديد المناسب، الحواس. فراغ وهي مكونة من خلايا عصبية حسية تحورت وظيفتها الأجزاء الأساسية. فراغ وهي تركيب مساعد ليست عصبية تعمل على إيصال منبهات، شو اسمها، الأجزاء المساعدة. بثور غير بارز تسببها أشياء كثيرة مثل الحساسية، شو يسمونه، الطفح الجلدي. فراغ هو تغيير في صبغة الجلد، البخاق. فراغ تغيير في لون الجلد، قد يصاحب فترة الحمل أو بسبب أمراض كبدية، الكلف. فراغ خلايا حسية منتشرة بمناطق مختلفة على اللسان، يسموها البراعم الذوقية. جيد. فراغ هي تفرعات دقيقة للخلايا العصبية المنتشرة بالغشاء المخاطي، حاسة الشم. فراغ هو خروج تيار هوائي بسرعة قصوى من الأنف بين الفترة وأخرى، يسمى العطاس. فراغ وهي غدة تفرز الدمع لترطيب العين، الغدة الدمعية. فراغ غشاء رقيق يبطن الأجفان في العين، منظمة العين. فراغ تركيب جزء أمامي محدب، القرنية. فراغ وهي الجزء الملون الأوسط في الطبقة الوسطى العين، القزحية. من تسمع ملون؟ قزحية. فراغ جزء شفاف يقع خلف البؤبؤ جانبه الخلفي أكثر تحديبا من السطح الخارجي، العدسة. جيد. فراغ فتحة صغيرة في وسط القزحية تتحكم بقطر فتحة عضلات صغيرة جدا تسمح بمرور حزمة ضوئية محددة عبر فراغ، شو اسم هذه؟ البؤبؤ. جيد. فراغ الطبقة الداخلية للعين تمتاز بتفرعاتها العصبية والتي تستقبل الأشعة، شو اسمها، الشبكية، تفرعاتها وتستقبل الأشعة. من هي الشبكية؟ فراغ تقع في وسط الشبكية الشائبة الصفراء، وتقع أسفل الشائبة الصفراء المنطقة العمياء. السائل المائي وهو سائل يشبه اللمف، طبعا يوجد في المنطقة الواقعة أمام العدسة وتسمى الردهة الأمامية. فراغ وهو سائل يوجد في المنطقة الواقعة خلف العدسة تدعى الردهة الخلفية، السائل الزجاجي. فراغ مرض يصيب العين، تكون رؤية الشخص المصاب للأجسام البعيدة صورتها غير واضحة، البعيدة غير واضحة، في حين إنها واضحة للشخص الطبيعي، قصر البصر. تمام. مرض يصيب العين، تكون رؤية الشخص المصاب للكتابة بشكل غير واضح، بعد البصر. فراغ غشاء يقع نهاية القناة السمعية، غشاء الطبلة، طبعا جزء غضروفي متسع من الأذن الخارجية، الصيوان أو الصيوان، سوري، فتحتان يغطيهما غشائين رقيقين.
فتحتي النافذة المستديرة وفتحة النافذة البيضاء. طبعا